وصلنا لأولى محطاتنا نور، ويمكن هي المحطة من المحطات المهمة جدا، لأنه عم نحكي عن هيئة تميزت ودورها كان متميز بالمجتمع السوري. تسعى هيئة التميز والإبداع بإطار بحثها المستمر عن التميز والمتميزين لإقامة ورعاية أنشطة وفعاليات مختلفة تكتشف بذور التميز لدى الأفراد وتدعمه بما ينعكس إيجابا على تطورهم الشخصي ودورهم المجتمعي. أكيد سلمى، اليوم ضمن استراتيجية اكتشاف مهارات ومواهب الأجيال الجديدة بسن مبكرة وأعدادها ورعايتها، أطلقت هيئة التميز والإبداع للأولمبياد العلمي لليافعين بالرياضيات والعلوم لعام 2021. خلونا نعرف أكثر عن المشروع، الهدف منه. بنرحب بالمهندسة لين قاسم، مديرة مشروع الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2021. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يعني بالبداية دائما كنا متعودين على المتميزين والأولمبياد العلمي، ولكن اليوم بدنا نحكي عن الأولمبياد العلمي للمتميزين لفئة اليافعين بالذات، وخصوصا العلوم والرياضيات. خلينا نتعرف أكثر عليه. تمام، هلا بداية بدي أحكي أنه الأولمبياد العلمي السوري هو عبارة عن مسابقات باختصاصات معينة، اختصاصات العلوم الأساسية اللي هي رياضيات، فيزياء، كيمياء وعلوم، ونضاف لها معلوماتية كمان. تماما، معلوماتية ومناظرات، وحديثا تم إضافة النمذجة الرياضية والروبوتكس. فهي عبارة عن مسابقات بتشكل عنا فرق وطنية بتطلع بتقدم على مستوى عالمي، بعد تدريب معسكرات، بعد اجتياز عدة مراحل من الاختبارات لحتى يصلوا لمراحل ويتميز بالمادة اللي هو شارك فيها. من هذا المبدأ نحن انطلقنا لحتى نطلق الأولمبياد العلمي لليافعين، واللي هو بيشمل الشريحة العمرية الأصغر. فنحن تم إطلاقه من باب أنه نحن نشمل الأعمار أو بسن أصغر اللي هن طلاب صفين 7 و8 لحتى نشملهم ونضمهم لعائلة الأولمبياد العلمي. طب خلينا نحكي عن رؤية هيئة التميز والإبداع لهيدا المشروع، لأنه نحن يمكن دائما بنسلط الضوء على مسابقات الأولمبياد العلمي وقديش فعلا يمكن عندنا عقول يجب استثمارها اليوم. صح. الرؤية لهيئة التميز والإبداع خلال هي الدورة. صح. هلأ السنة الأولمبياد العلمي لليافعين أطلق كتجريبي كان، وليس يعني كان محلي على مستوى سوريا فقط. فالرؤية اللي بتطلع لها هيئة التميز والإبداع أنه نحن نقدر نشكل فريق متماسك، فريق قوي خاض تجربة حلوة لنشارك فيه السنة القادمة عالميا. فإن شاء الله السنة القادمة نحن نسعى لمشاركة عالمية إن شاء الله. أكيد. خلينا نحكي اليوم عن مراحل المشروع الأولمبياد العلمي لليافعين، وخصوصا أنه في مراحل متعددة وحتى في شيء جزء أنجز منه وعدد المشاركين. صح. لهذا العام. هلا اي مشروع اكيد فيه خطوات او مراحل انتقائيه لحتى الواحد يصل للليفل اللي هو اختار فيه الاشخاص المتميزين. فنحن مرقنا بعده مراحل خلال الاولمبياد العلمي لليافعين، بدايه من مرحله التسجيل. مرحله التسجيل كانت اونلاين عبر استماره بيتم ملئها من قبل الطلاب عبر موقع خاص للاولمبياد العلمي لليافعين، كانت بنهايه شهر اذار. تقدم بهي المرحله تقريبا 2700 طالب، واللي هو نحن بنعتبره عدد مبشر يعني بالنسبة لنا كتجربة أول مرة نحن بنخوضها بالنسبة لأولمبياد اليافعين. المرحلة اللي بعدها كانت هي عبارة عن اختبارات القبول، أيضا كانت أونلاين، اختبارات أونلاين، اختبار لمدة 45 دقيقة، 18 سؤال بالاختصاصين اللي هن رياضيات وعلوم. طبعا أنا بدي أوضح موضوع أنه اختبار العلوم بتنقسم مادة العلوم لفيزياء، كيمياء، علم أحياء ومادة الرياضيات لحالها. فكان الاختبار فتح على 3 أيام. الأعداد اللي تقدمت من كافة المحافظات ما يقارب 1500 طالب. تأهل بعدها كل من حصل على 50% من العلامة في المرحلة اللي بعد، فهي كانت معيار القبول. المرحلة اللي بعد كانت هي مرحلة اختبارات على مستوى المحافظات كافة، تم إجراءها بالجامعات، مراكز الجامعات، وتقدم الاعداد كانت 258 طالب بالنسبه للرياضيات، يعني 260 ما يقارب 260، و150 طالب علوم. تاهل منهم هدول للمرحله اللي هلا هي ان شاء الله الاسبوع القادم،
تأهل منهم. أخذنا العدد هو كان كمعيار مبدئي، كان نحن رح يتم قبول 100 طالب، ال 50 من كل اختصاص، 50 الأوائل من كل اختصاص اللي هن علوم ورياضيات، ولكن كونه نحن عندنا العلامة النهائية بالنسبة للرياضيات العلامة الأخيرة تساوى فيها عدد من الطلاب، فالسنة فتح أنه يكون 51 طالب متقدم بالنسبة للرياضيات و50 بالنسبة للعلوم. المرحلة النهائية اللي هي هلا التصفيات إن شاء الله يوم الأحد القادم. نتمنى لهم التوفيق لكل طلابنا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب خلينا نحكي الفرق، أو إذا بدنا نقول الاختصاصات اللي بيشملها الأولمبياد العلمي اليافعين لكل الناس اللي حابب مثلا تشارك في السنوات القادمة، شو الاختصاصات اللي بيشملها وشو الفرق بينه وبين الأولمبياد العلمي السوري إذا فينا نميز أكثر؟ هلا الأولمبياد العلمي اليافعين هو باختصاصين فقط اللي هن رياضيات وعلوم، فقط هدول الاختصاصين. ولكن العلوم هي إلى ثلاث اختصاصات اللي هن فيزياء كيمياء وعلم أحياء. هلا الفرق عن الاولمبياد العلمي السوري، الاولمبياد العلمي السوري اختصاصاته يعني كل حدا لحاله، والرياضيات لحال، فيزياء لحال، كيمياء لحال، وانما بالمرحله التعليم الاساسي مثل ما بنعرف انه هي علم الاحياء، علم الاحياء فيزياء كيمياء هي اسمها ماده العلوم العامه، فهي بتتقدم كماده واحده، فمراعاه للشريحه العمريه اللي عم تقدمها تعتبر كماده واحده. طيب هون خلينا نحكي عن طبيعه الاسئله اللي طبعا كانت خلال هي المراحل والامتحانات، وقديش بتختلف عن المراحل السابقه او حتى عن الاولمبياد العلمي السوري. صح. هلا الاسئله اولا من ناحيه الصعوبه هي بتتدرج لحتى تقيس كافه المستويات اللي الطلاب اللي تقدمت، فهي من سهل لمتوسط لصعب حتما بكل المراحل كانت. بيتم وضعها من قبل اللجان العلميه بهيئه التميز والابداع واللي هن خيره الدكاتره والاساتذه معروفين. فالمراحل كانت هلا بالنسبه للمرحله الاولى واللي هي مرحله اختبارات قبول كانت تقتصر المحاور على المنهاج العام، لانه هو طالب فايت على مرحله جديده لسه ما بيعرف حتى شو يعني اولمبياد هلا عم يتعرف عليها، مجرد تهيئه يعني تماما. فكانت فقط من المنهاج العام، منهاج الدوله حتى نهايه صف ثامن. اما بالنسبه للمرحله اللي التاليه ففتنا هون بقى صرنا بمحاور الاولمبياد، ولكن شيء بيناسب الفئه المستهدفه او الفئه العمريه اللي نحن عم نحكي عنها اللي هن طلاب اصغر من الطلاب. يعني نحن فعليا بالاولمبياد العلمي السوري الطلاب اللي بنستقبلهم هن طلاب صف ناجحين صف تاسع، فصاروا مرحله ثانويه اللي هن اكبر، وانما لا اخذوا تم كانت المحاور من الاولمبياد العلمي السوري، ولكن بشيء بيناسب صفي سابع ثامن. هلا المرحله النهائيه اللي هي التصفيات كانت بشكل اوسع ان شاء الله. هذا اللي بدي اسالك عنه، خلينا نحكي عن المرحله النهائيه، نتمنى التوفيق لكل الطلاب. هي مثل ما خبرتينا الاحد القادم، شو بتتضمن هي المرحله وقديش فعلا اهميه المرور بهي المراحل لنهيئ الطلاب؟ يعني عم يكون في عصف ذهني ليمر بالمرحله الاخيره، استثماره يعني فكريا وذهنيا بيكون مختلف. صح. المفروض يمرق بهي المراحل كلها لانه كل مرحله عن الثانيه بتفرق وعم تهيئه للشيء الاصعب. صحيح. اللي بده يمرق فيه، بس تجربه حلوه لازم كلياتهم يجوا فيها، نحن اكيد بانتظارهم للطلاب. المرحله الاخيره صعبه فينا نقول اذا بنحكي المرحله الاخيره، هلا حتما اكيد كلفة اللي هي اصعب من اللي قبل، وهن اكيد عندهم تميز، عندهم مهارات لحتى قدروا يوصلوا لهي المرحله. هي عباره رح تكون عن اختبارين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. يوم الاثنين رح يكون لاختصاص الرياضيات اختبار صباحي لمدة ساعتين، يوم الثلاثاء كمان اختبار صباحي من 9 ل 11 بيكون اختصاص العلوم. هلا خلال نحن هي التصفيات النهائية في نشاطات علمية حاطينها هي تتعلق بألعاب ذكاء، تحديات، مسابقات، تجارب روبوتكس مثلا لحتى يفوتوا يطلعوا شو يعني اولمبياد، يفوتوا بالجو اكثر، ينضموا لعائله الاولمبياد بشكل هن خاضين التجربه قبل لو بشيء مصغر اكثر. طيب خلينا نحكي هون عن المحاور العلميه اللي ممكن يستفيدوا منها، لانه اكيد يعني يلي عم يحضر اللقاء من الاهل او حتى من الطلاب المتميزين اللي رح يشاركوا، هل في مراجع معينه ممكن اذا هن طبعا اطلعوا عليها هاي المراجع ممكن تفيدهم؟ خلينا هيك نعطيهم شويه دعم وتحضير وتجهيز، لانه بنعرف اساسا انه الطلاب المتميزين بكل الاوقات بيكون عندهم الى جانب الراحه او فصل الصيف بيكون عندهم هوس الاطلاع على المراجع العلميه وتقويه مهاراتهم الذهنيه. صح، وهو هذا اهم هدف نحن سعينا له، او
توجهنا له بهي الشريحة العمرية من باب انه هنن يبحثوا اكثر، يدوروا اكثر، يعرفوا شو يعني انا لما بدي دور على معلومة بدور بكذا مرجع، بدور بكذا. اكيد حتى الانترنت هلا مليان مراجع طبعا. ممكن يقدروا يدخلوا عليها ويسلوا نفسهم بهذا الوقت لبين ما تيجي المسابقة، فشو ممكن هيك نعطيهم بالنسبة للمحاور العلمية اللي هي بهي نحن اولا كسياسة او كاستراتيجي شيء بنتبعه بالهيئة بالنسبة لأي فعالية في خطوات بنعملها انه نحن قبل الاعلان عن اي نتيجه بالنسبه للمرحله اللي مرقت بنعلن مع النتائج عن المحاور العلميه للمرحله القادمه مشان الطلاب هن يتحضروا، فهو كخطوه اساسيه نحن بنعلن عليها على صفحه الفيسبوك تبعنا صفحه الهيئه وعلى الموقع الرسمي للهيئه بنعلن عن المحاور وبنعلن عن المراجع. هلا طبعا المراجع ما بتكون شيء حصري، يعني هن بيطلعوا عليها بحيث شيء هو يساعدهم يستفيدوا. انت ما فيك تعطيه الماده تفضل هي درسها، نحن رجعنا بنفس المبدا على المدرسه، مبدا المدرسه تماما، نحن مو هذا الشيء اللي عم نساعده، هذا الجميل لانه يعني يمكن العمل بهي الطريقه عم نطلع كل شيء خارج الصندوق، يعني كيف فينا نستثمر عقول الاطفال واليافعين ضمن فعلا مسابقات بتكتشفي فعلا عندنا عقول كثير مهمه ويجب استثمارها بعيدا عن المناهج اللي احنا متعودين تماماً عليها تماما باسلوب غير وباسلوب فينا نقول في عصب ذهني كثير بيكون قوي، يعني في اشياء مخبايه بس لنا يعني ما بنعرف كيف عم نطلعها، هون التميز كيف بتطلع كيف فينا نستغلها تماما. هو بيلاقي حاله بصير بيشوف حاله لما انا عم دور انا عم لاقي نتيجه، لما انا عم ببحث عن المعلومه لما انا عم دور عليها ما بيكفي انه انا لقنه اعطيه الكتاب وقول له تفضل دروس وانت قدم هي، والا كان الكل فيها ينجح بهالحاله ما بيبين معنا مين المتميز ما بيبين معنا مين صحيح. فلا كانت بالنسبه للمحاور كلها كانت معلنه قبل المرحله، الكل فيه يطلع عن طريق الموقع وعن طريق الصفحه. تفاجأتوا بالعقول الموجوده يعني من خلال النتائج؟ هلا دائما بتتفاجئي بكل مرحله بقصص في بتشوفي في حالات تميز بتذهلك عن جد، ان كان بفعاليه اليافعين ولا ان كان باي فعاليه ثانيه في حالات عن جد بينبسط الواحد انه اولاد بلده هيك يعني اكيد عن جد ان شاء الله. ويمكن اللي بيميز كمان هذا المشروع انه حتى القائمين عليه هن اعمارهم قريبه من الاعمار فئه الشباب، يعني صح. فئه الشباب لانه دائما بنقول المدرس كل ما كان قريب من الطالب او حتى بيفهم مشاكله حتى كنا نشوف تجربه انه انتم عم تجيبوا متميزين سابقين تماماً. هن يكونوا موجودين مع الشباب الصغار او اليافعين فعم ياخذوا من تجربه بعض، يقول له انا لما كنت بينصحوا انا لما كنت لما بهي المرحله انا مجرب انا هي التجربه نفس الشيء فهو بصير بحس انه شاب مثلي او صبيه بعمري معامله نفس الشيء فبصير بيتشجع حتى أكثر. المسؤول عن المشروع صبيه فهذا الشيء بيعطيهم دفع ومعنويات اكثر انه ما في شيء مستحيل، انه انا لما بشوف حدا بعمر كثير قريب الي بحس انه ما في شيء مستحيل، اذا هو قدر يعمل هالشيء معناته انا رح اعمله. وهون بدي اسالك عن الرؤيه، الرؤية دائما لأي مشروع وخصوصا لما عم نتوجه للتميز والإبداع ونحن عم نحكي عن 10 سنين من الحرب، ولكن هالمشاريع ما وقفت، الأولمبيات ما وقف، كل سنة عم بيكون في عنا مبدعين حتى بكورونا كان في عنا مشاركات فعاليات جديدة عم نفتح مسارات كتير جديدة. وبالنسبة لموضوع أنه الشباب وهالقصص نحن أهم شيء بنسعى فيه بموضوع الأولمبياد بالهيئة تحديدا انه نفسهم طلاب الاولمبياد لما هو عمل التجربه طلع بمرحله اللي بعدها هو ينضم لهم اكيد ينضم للعائله الاولمبياد صار مدرب صحيح. فهو لما اجى في منهم حتى التطوع هو اللي بيروح بيخبر بيحكي تجربته. هلا بالمرحله السابقه وقت اللي كنا بدنا نعلن لسه عن اليافعين واللي هو كان فكره ما بيعرفوا عنه، طلاب الاولمبياد نفسهم راحوا على المدارس دعوا الطلاب انه شاركوا تجربه كثير حلوه شوفوها، حتى هلا بالمرحله النهائيه حتما بدهم يختلطوا مع بعض كثير رح يحبوا التجربة اكيد. بنتمنى لهم التوفيق بالمرحله الاخيره لكل الطلاب، ودائما فخورين بالطلاب السوريين لانه عم يمثلونا اجمل تمثيل حتى خارج حدود الوطن. نتمنى لك التوفيق ايضا لك وشكرا كثير لوجودك معنا. ميرسي كلك. نشكر حضرتك المهندسه لين قاسم مديره مشروع الاولمبيات العلمي لليافعين بالعلوم والرياضيات 2021، شكرا لك. ونتمنى قريبا يكون في عنا استضافه مع اللي رح يكونوا بالتصفيات بالمراحل الأخيرة، وأكيد التميز لكل طلابنا. شكرا لك. شكرا لك.